مشاهدينا اهلا بيكم معانا وحلقه جديده من بلاد طيبه. طبعا اكيد كلنا بنتابع الناس، اكيد بعد فتره حظر طويله وناس قاعده في البيت علشان نقلل الاعداد، واكيد طبعا فرق معانا كتير. ناس ابتدت تنزل دلوقتي، ابتدت يعني السفر طبعا على مستوى محلي اكتر منه على مستوى دولي، لان لسه طبعا في بلاد قافله بيبانها تماما. لكن احنا بنقول ان احنا السياحه بترجع افضل ان شاء الله، الامور تتحسن، وبالذات لو ان شاء الله ظهر الفاكسين او ظهر العلاج لفيروس كورونا. لكن احنا طبعا السياحه شغاله على قدم وساق زي ما بيقولوا، من ناحيه الدوله شغال كويس جدا، رجال الاعمال بيشتغلوا مقدمين مجهود كبير جدا جدا من خلال الالتزام باجراءات السلامه الصحيه. كمان الغرف السياحه بتشتغل بشكل كبير، كل الصناعات اللي قايمه على السياحه كمان ابتدت تشتغل بشكل كبير. لكن زي ما حضراتكم عارفين طبعا بقى في شهاده السلامه الصحيه، دي بقت شهاده غايه في الاهميه، ان احنا في عدد من اللجان بيروح يراقب ويشوف الاوتيلات وبيديها الشهاده دي من عدمه على اساس التزام كل اوتيل ب الاجراءات المطلوبه منهم. والحقيقه مكلفه جدا جدا، لو اتكلمنا عن تكلفتها لا هي مكلفه بشكل كبير، لكن قرر رجال الاعمال رغم انه ممكن يكون في الفتره دي ما فيش مكسب بشكل كبير، لكن قرروا ان هم ينزلوا ويفتحوا الابواب ويخلوا الناس تيجي ومرحب بيهم طبعا بشكل كبير. 50% نسبه اشغال، وان شاء الله على ما اعتقد الايام اللي جايه هيبقى فيه كمان فتح تام انه الاوتيلات تستقبل الاماكن المدن السياحيه المختلفه. النهارده هنتكلم كمان تحديدا عن المناطق الواعده جدا بالنسبه لفيروس كورونا، لانه طبعا زي ما قلنا خريطه السياحه بتتغير، كمان تفكير السائح نفسه اتغير. يمكن زمان كان بيدور على البحر، يدور على اثار، لكن دلوقتي بيدور فين المكان اللي ملتزم بالاجراءات، فين المكان اللي فيه صحتي هتبقى احسن. من ضمن الاماكن دي طبعا سيوة من الاماكن المشجعه جدا الفتره الجايه، لان طبعا درجه حرارتها عاليه، في نفس الوقت بيبقى فيها سياحه استشفائيه، فيها اوتيلات خضراء اللي هي بتهتم قوي بالبيئه بقالهم سنين طويله. فطبعا اكيد دلوقتي ده اليومين بتوعهم ان هم الناس تبتدي توصل لهم او تلجا لهم، وده اللي احنا هنتكلم فيه النهارده، ان احنا عايزين اكتر عدد رجال اعمال يشجعوا الفكره دي، يتواجدوا بشكل اكتر على مستوى مصر، انه يبقى عندنا كمان اوتيلات خضراء. النهارده منورنا وهيكلمنا في عدد كبير من الامور اللي اكيد تهمنا الاستاذ محمد عيسى، الخبير السياحي ومدير واحد من الفنادق السياحيه بمرسى مطروح وسيوه، صاحب فندق في مطروح ومدير احد اهم الفنادق البيئيه في سيوه وعضو غرفه المنشات الفندقيه بمرسى مطروح. يا اهلا وسهلا استاذ محمد. اهلا بيك. منورنا. ربنا يخليك. اهلا بيك. يعني قول لي كده، يعني الواحد لما بيعدي عليه وقت وكل شويه نبص على الفتره اللي فاتت دي، كانت فتره صعبه طبعا. جدا. فتره صعبه على مستوى العالم وعلى مستوى مصر كمان، ان احنا مهتمين قوي بالسياحه تحديدا، واحنا عارفين ان السياحه دي فراجايل قوي زي ما بيقولوا، والاكثر تاثرا بالازمات. فكلمنا كده، وحضرتك بتبص ورا دلوقتي وبتبص على قدام، ايه اللي حضرتك شايفه؟ هو طبعا الازمه كانت ازمه زي ما سيادتك قلتي وتفضلتي، يعني ان هي ازمه عالميه. ولكن الحمد لله احنا برضو من ضمن الدول اللي قدرت تاخد يعني خطوات سريعه مباشره من اول الجائحه، يعني وده اللي خلانا دلوقتي مستريحين. طبعا عشنا وقت صعب جدا، وقطاع السياحه قطاع بيتاثر مباشر باي، فما بالك بحاجه زي كورونا دي. لكن بسم الله ما شاء الله، يعني عشان نقول بس الشعب التزم، والدوله بكل هيئاتها من قوات مسلحه وصحه وسياحه وكده اهتمت، قدرنا نتجاوز فعلا خطوات، عملنا خطوات جامده جدا وقدرنا نتجاوز الامر. واحنا شايفين دلوقتي يعني السيد رئيس الوزراء كل شويه بيفتح، بيعملوا اجراءات احسن، وبصراحه بيسافر كمان على مستوى المحافظات والمدن بشكل كبير. راجل دؤوب بصراحه. ربنا يبارك له يعني. وفعلا احنا واصلين دلوقتي ان احنا بنشغل، احنا بكلمك مثلا على محافظه مطروح بدا يبقى فيها تحسن بشكل رائع جدا. يعني فعلا نسبه 50% دلوقتي نسبه 50%، ونتمنى اكتر، ونتمنى الفتح الكامل ونتمنى. لكن فعلا الاجراءات اللي اخذتها الدوله متمثله مثلا في جهاز الشرطه، وكان المحافظه على الحصر وكده، ثم القوات المسلحه والتطهير اللي كان بيحصل، ثم وزاره الصحه بمجهودها الغير طبيعي، وزيد على ذلك السيد وزير السياحه رجل يعني بسم الله ما شاء الله، يعني بيتحرك. احنا جالنا مطروح مرتين، تخيلي في وقت قليل جدا، مرتين وبيجي بري وبيجي وياخد الطريق كله، ينزل الفنادق يعني يشوف كل حاجه بعينيه بنفسه حتى لو سفر، يعني كانه عضو لجنه. يعني دي حاجه مش ما كانتش موجوده قبل كده. تخيل ان الراجل المسؤول عن السياحه في مصر كلها بيروح الفنادق، كان انا جالنا في مطروح فندق بيتابع بنفسه
بنفسه ويجي ويخش. رغم ان في لجان يعني مسؤول عن ده، في لجان ناس متعاونه جدا وكانت بتدينا فرصه وتيجي تشرح لنا الاول. وبصراحه انا برضه اللي بشكرهم جدا وزاره الصحه، لان وزاره الصحه بيمر عليك بتاع اللقائي بتاع محافظتك، ثم بيمر عليك مثلا حد من الطب، وزيادة على ذلك بقى بيمروا علينا ناس من المركزيه، من القاهره لمرسى مطروح، من القاهره لسيوه، واعضاء غرفه المنشات الفندقيه واعضاء غرفه المنشات السياحيه، كلهم كانوا متجاوبين معانا. يعني انت صح هتصرف شويه على الاجراءات وكده، لكن هتلاقي انك تفتح فندقك، انك ما تمشيش الناس بتاعتك، انك يعني بتحاول بقدر الامكان تاخد بايدك. وده اللي هو اللي بيسموه التكافل بقى، ان المسؤول حاسس بيك وكمان حاسس بالمواطن. يعني برضه بالمواطن ده زهقان والحبسه والكلام ده، عاوز يطلع يا عيني، فبس عشان يطلع عاوز يطلعه بشكل امن. ده اللي حصل، ان كل الجهود اتضافرت ان يحصل في الاخر ان احنا الحمد لله الموقف اللي احنا فيه دلوقتي احسن كتير جدا من الست شهور اللي فاتت خالص طبعا. فاحنا يعني الحمد لله رب العالمين، لان يعني فعلا في ناس ما قدرتش تستحمل على مستوى العالم على فكره. يعني احنا على مستوى العالم حصل انه في تسريح للعماله بشكل كبير، وبالذات السياحه الطيران، يعني دي مشاكل. فاحنا الحمد لله رجال الاعمال بتوعنا والناس والدوله قادره انها على الاقل يعني تزق، رغم ان ما فيش مكسب دلوقتي، لكن على الاقل ماشيين. والله يا فندم احنا حاليا مش بنبص للمكسب، بنبص ان احنا نحافظ على اولادنا اللي شغالين معانا كلهم كويس. كل رجال الاعمال ده بتهيألي ده المنطق بتاعهم، بالذات بعد كلمة السيد الرئيس ما فيش حد يمشي عمالة. وفعلا ده اللي حصل. وعشان تكوني عارفة اندم دايما لما تبصي الارزاق الناس يعني الجبر الخواطر هيجي، ما فيش كلام صحيح. ما فيش كلام، اصلا انت مش هتكون اكرم من ربنا. وده اللي حصل معانا، احنا دلوقتي بدأ العجلة تتحرك، بدأ الناس تيجي، بدأ الناس تسأل الشواطئ مش عارف ايه، القوات المسلحة دلوقتي بتعمل اشتراطات احترازية لبعض الشواطئ في مرسى مطروح، ده ساعد ان الناس برضو تيجي. بصراحة يعني في تحرك ايجابي جدا من الدولة مع رجال الاعمال، ده اللي ادى النتيجه ان الدنيا ماشيه لقدام. طيب تعالى نتكلم عن الحلوه سيوه. يعني سيوه احنا دايما عندنا كده فكر انه شرم الشيخ، الغردقه، اماكن معينه بعينها، مرسى مطروح برضو ليها طبعا السائح بتاعها، لكن لما يجي كلام على سيوه تحديدا، سيوه انا بحس انها اوقات كتير مهضوم حقها، يعني ما خدتش الدعايه الكافيه اللي تلائم مقامها زي ما بيقولوا. فكلمنا كده عن سيوه وما قبل وما بعد، هل فعلا ممكن تبقى سيوه واحده من الاماكن الجاذبه جدا للسياحه بعد كورونا؟ بص حضرتك يا فندم، سيوه دي زي بيسموها في العالم دره الواحات، يعني دي اجمل واحه في الدنيا واكبر واحه على فكره، وهي يعني زي ما يقولوا ايه، محميه طبيعيه طبيعيه فعلا. ليه؟ لان انت هي جنوب غرب مرسى مطروح ب 306 كيلو، فبرضو يعني في فتره كبيره بعيد عن المحافظات والدوشه والزحمه، ومحدش هاجم عليه الهجمه اللي مش مظبوطه، لسه بكر زي ما بيقولوا جدا. زيد على ذلك ان المحافظه، محافظه مرسى مطروح متمثله في كل الهيئات الحكوميه مثلا، عامله زي توصيف لسيوه، توصيف لسيوه، انك حتى لما تيجي تعمل بيت، انت تعمل بيت من جوه اعمله زي ما انت عاوز، لكن من بره حافظ على الكالتشر بتاعت سيوه. زيد على ذلك ان في فنادق كتيره جدا في سيوه، اللي الفنادق الخضراء او صديقه البيئه، كلها معموله بثقافه سيوه، اللي هو الجريد والطين بتاع سيوه. في ماده فندم دي عباره عن ملح متكلس مع الطينه، بيسموها في سيوه الكرشيف، دي بقى دي فلتريشن طبيعيه، وبيعملوا الحيطه 60 سنتي، فانت بتخش يعني بدرجه حراره عاليه جدا بره، تلاقي رطوبه جوه مرطبه حلو اكنه يعني تكييف. طبعا. وفي يعني من ضمن الحاجات الحلوه جدا ان في فندق في سيوه بيئي عالمي، وخد 3 مرات ورا بعض من احسن فنادق العالم. الفندق ده ما فيهوش كهرباء خالص، ما فيهوش استعمال موبايل، ولو اقول لحضرتك لا في تلفزيون ولا كل العوامل اللي كل حاجه في صديقه البيئه. من اول حاجه كل الاستاف، الاولاد اللي شغالين في الاوتيل ده كله، من الشيف للاصغر حد للجي ام، كلهم من ابناء مطروح، كلهم من ابناء واحد سيوه. فده مديها تميز، مديها باللكنه الحلوه بتاعتهم طبعا. واقول لستك على حاجه، احنا عندنا في مصر في كنوز كتيره جدا في المناطق النائيه، اللي هو ايه البني ادم بتاعها. يعني انا لو اقول لك البني ادم السيوي قد ايه رائع مش هتصدقي، قد ايه طيب، قد ايه محترم. في سيوة تعرفي في اللغة السيوية مفيش ألفاظ جرحة، معندهمش شتايم، مفيش مفردات، يعني من كتر ما الناس دي يعني متربيين على الأخلاق بالظبط. ده وبيبان بقى للجست اللي جاي، والناس دي ده اللي يعني ستك، برافو عليك، يعني ده اللي بيحسوا
السايح على طول ان هو جاي مع حد صادق بريء ما فعلا حافظ على براءته بيحب بالظبط. لك ان تتخيلي ان الفندق دوت كل من كل حد من وصول في العالم كل المشاهير. قول لنا كده مين مشاهير يعني اللي يعني مثلا الاميره تشارلز قاعد عندنا اربع ايام، باولا فيولا ملكه بلجيكا، اشهر من اشهر مطربين العالم، وفي ناس من يعني برضه بيت ازياء كبير جدا في ايطاليا وامريكا جانا وقعد عندنا وصور طبعا بيعملوا بقى يعني اكيد تصوير وعرض ازياء هناك مش ممكن تخيلي في الصحراء. وفي من اكبر بيوت البرفانات في العالم جه عمل عندنا هي القريه دي حوالين جبل، جه عمل عندنا مثلا بيصدر يعني اصدار جديد من بيرفيوم حريمي ورجالي وكوليكشن كده، جه يعمل الدعايه بتاعته عندكم في سيوة. كويس جدا وفي نفس المكان دوت وتشوفي حضرتك. لكن الناس دي بتلتزم بفكره الاوتيل الاخضر يعني تلتزم، لو قلت لها بعد اذنكم احنا مش عايزين موبايل بعد اذنكم، او يجوا يسالوك فين التلفزيون هنا احنا ما نعرفش. بص حضرتك احنا بنديله الكهرباء، احنا بنديله كل الحاجات دي من قبل ما يجي نبقى عارف تماما. يعني حتى ما فيش تخيلي حضرتك ان ما فيش تعامل مادي جوه القريه، ان الفندق ده فندق بيئي، انك بتدفع فلوسك بالفيزا او على النت مثلا وتيجي ما فيش اي تعامل مادي خالص جوه، واول انكلوسيف. انت بس طبعا يعني اول انكلوسيف دي عشان احنا الكلمه دي بقت اوقات بتعمل نوع من التلوث كده انه سمعي انه او يعني بيبقى احنا متخيلين ان هتبقى الخدمه رديئه لا 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 او الـ الـ المنتج المقدم ضعيف، لكن الحقيقه لا، انتوا بتقولوا انه انتوا عاملينها من قبل اصلا ما يطلع حاجه اسمها اول انكلوسيف، وبعدين انه بتقدم خدمه ممتازه. ده احنا يعني سعر الاوتيل ده سعر غالي جدا بس مناسب للخدمات اللي بيقدمها. تخيل حضرتك ان بالمقارنه بالفنادق الخضراء هتلاقيها اقل بكتير على مستوى العالم. يعني تخيل حضرتك احنا الشيف عندنا ما عندوش منيو ثابت، عنده الجنينه فيها ايه ناضج النهارده هيعمله للناس. ده زي نظام البوتيك اوتيل، هل نقدر نقول عليه بوتيك اوتيل؟ بيبقى كام اوضه تقريبا؟ هو كله على بعض 42 غرفه 42 بس على مساحه 70 فدان. لان في عندنا خيل، في عندنا ماد باث بيتعمل، في عندنا اللي هو الحمام اللي بالطين بالطين يعني. وفي عندنا مثلا على البحيره بنعمل للناس اللي هي اللي بتخش جوه الملاحه بملح وبتسيب نفسك بعد كده عشان الحاجات الجلديه الطاقه والطاقه السلبيه الفونك شوي والحاجات دي بالظبط. طب كويس جدا كويس جدا. يعني انتوا عاملين كمان بجانب الخدمات الطبيعيه اللي بتتقدم انتوا عاملين حاجات كمان اضافيه ما انا اقول على الاستشفائيه. تخيلي ان كل انواع الاكل، يعني احنا في المنيو عندنا في سيوه في الفندق ده ما فيش اسماك لان سيوه ما فيهاش اسماك، لكن عندنا كل اللحوم والدواجن والحاجات دي كلها بتاعتنا، الاكلات بتاعت سيوه وكمان معموله بالجنينه عندنا. يعني عندنا ناس زرعين؟ طبعا عندنا زرعين وعندنا ناس مسؤولين على مثلا تربيه المواشي او الالبان والحاجات دي كلها اورجانيك اورجانيك. العيش مثلا هو العيش السيوي بيتعمل قدام النزيل، يعني الحاجات دي هي مش مجرد انك بتيجي بتزور فندق، انت بتيجي تزور فكره، بتشوف مصر بتشوف يعني باهلها واكلاتها وطريقتهم بالظبط وحته غاليه من ارض مصر يعني سيوه. او بعدين يا فندم طرق الجذب في سيوه كتيره جدا. يعني مثلا حضرتك انا كشخصيا عشت 13 سنه في سيوه، اهم اداه الجذب هي البني ادم السيوي. ده انا بعتقد ان ده حاجه كنز.
بتاعت السائح اللي بيقول لك طريقه تفكيره اتغيرت، هي طريقه تفكيره بقى لها مثلا نقول 10 سنين متغيره، انه مش عايز يشوف لكشري قوي في الاوتيل، عايز يشوف اهل بعاداتهم بلبسهم تقاليدهم باكلاتهم كده ديستنيشن، يعني يبقى شايف بالظبط جدا. وحضرتك هي حمستنا ان احنا انا بزعل قوي ان الناس ما راحوش سيوه، الناس قوي ما راحتش سيوه، بس في برضه مصريين كتير اصدقاء لسيوه بتتكلم. بس هل في كل، يعني احنا بنتكلم على الاوتيل ده هيبقى عايز طبعا السكري، واحنا نتمنى ان احنا نفتح بيتي اكتر، ما تبقاش بس في سيوه، تبقى في مصر كلها، يبقى عندنا سائح اثري دي. لكن كمان سيوه مش بس للاثرياء، في مناطق من الناس اللي هي العاديه ممكن في ده في فنادق كتيره في سيوه دي بتجذب لو شوف عاملين الاستريم من القفص ومن الحاجات الخشب ومن الملح. احنا عندنا دلوقتي في سيف سيوه بتخش جوه الغرفه حضرتك بيحط لك مثلا ازازتين ميه كبار، لان انت بتشرب كتير جدا. بس نام نوم بشكل مبالغ فيه اكنك شحنت. وبعدين في سيوه في ميزه حلوه، هدوء. الهدوء انك بتيجي كله سفاري وجري وبحيره وكده، لكن بتسمع مثلا البراند البند السيوي بطريقه بتعملوا لهم كمان اجواء لطيفه ليها علاقه بال عندنا حاجه اسمها الزجاله. الزجاله دول هم المطربين والرقص جاي من الزجل يعني. ايوه ليه طريقه رقصه معينه وطريقه اغاني سويه باللغه الامازيغي، مش قادر اقول لك يعني. الناس تتجنن لما تشوف الحاجات دي الاجانب، جاذبيه بشكل فظيع. وبيلتزموا باللبس، وحتى الناس اللي بتشتغل في المكان بتلتزم باللبس السيوي ولا لبسه عادي؟ لا لا بالعكس، ده لازم. الفنادق في سيوه غالبيتها محافظه على ثقافه سيوه كلها، من طريقه اللبس، من طريقه الاكل، من طريقه التقديم، بطريقه مثلا حتى اليونيفورم بتاع الفنادق كله لبس سيوي. عارف يعني انا مره قريت الخبر ده، مش عارفه بقى انت تاكده لي من عدمه، انه سيوه من ده الكلام ده كان حاجه اجنبيه اللي منزلاها، انه سيوه من الاماكن اللي الناس بتنزل فيها بتتغير طاقتها فعلا. يعني بيقول لك في بعض الاماكن كده على مستوى العالم انه البني ادم بيبقى مكتئب بيروح هناك يتعالج نفسيا من غير اي حد ومن غير دكتور نفسي ومن غير حاجه خالص. في اماكن من ضمن الاماكن دي، من ضمن احسن 10 متخصصين في الحكايه دي سيوه. طبعا فانتوا حاسين بده، لانه جداً. فعلا في ناس في بلاد الواحد بيروح يرجع حاسس ان هو اكنه اتولد يعني. بالظبط، وده حضرتك لان في سيوه في انواع الرمال اللي في سيوه. طبعا انت عارف البني ادمين كلهم ربنا خلقهم من تراب يعني، ففي في علاقه جميله ما بين الارض وما بين البني ادم. صح مظبوط. ففي سيوه كمان، عشان حتى ستك قلتي في اول التقديم ان في سياحه استشفائيه. دي شغاله في اشهر الصيف، درجه حرارتها بتبقى عاليه جدا. في حاجه اسمها دفن الرمال، دي بقى مشهوره جدا، ودي بتاخد كل الروماتويد والروماتيزم والحاجات دي كلها، بترجعك حد تاني. الزياده اللي في جسم الانسان بترجعك حد تاني. حلو قوي. وبعدين بتبقى بطريقه مدروسه، بيجي في دكتور بيقيسك الضغط، ضغطك عالي ببلاش، انت عندك سكر ببلاش. لكن الناس العاديين بيجوا، والله بشوف ناس بيجوا على ويل شير بيمشي. بيمشي شخص مش تاني. ممكن. والله العظيم. جاي على كرسي متحرك تلاقيه قام. تلاقيه قام ومشي ويجي تاني بقى، ويقول لك انا على فكره الاستاذه ريم هي اللي بعتاني، الاستاذ مش عارف مين اللي بعتني. ما بنتكلم كمان على مرسى مطروح بقى، نروح لها شويه. وهنرجع تاني اكيد لسيوه، لو عندك حاجه تقولها عن سيوه كمان. مرسى مطروح من اجمل برضو بحر في العالم، انا براهن على ده، لان احنا الواحد مثلا بيشوف اليونان وقبرص ودي فيها سياحه كبيره جدا، لكن لما يروح لا الميه بتاعتها حلوه ولا الرمله بتاعتها حلوه ولا اي حاجه خالص. لكن احنا عندنا الحقيقه مرسى مطروح، ومن شط للتاني تلاقي كل شط
ليه مواصفات مختلفه. برضو هرجع اقول ان مرسى مطروح مهضوم حقها جدا، ليها سايح بتاعها، الناس البسيطه الجميله اللي كانت بتستحمل من زمان ايام كانت المايه بتيجي في عربيات. ايوه. والبنيه التحتيه كانت صعبه جدا، لكن منطقه رائعه. ازاي بقى بيتم استغلالها دلوقتي من قبل الدوله، وازاي مفتوح مجالات لرجال الاعمال انها تبتدي تشتغل، مش لازم يكون في المحافظه الزحمه دي، بس على الاقل 25 كيلو بعيد عن صح المحافظه المدينة نفسها الناس ابتدت تشتغل. والله حضرتك، هو بالنسبه في قانون طلع جديد في مرسى مطروح ان هي بقت تبع هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده. كويس جدا. وده ادى مجال اوسع. لان هيئه المجتمعات غير المحافظه، المحافظه برضو بتبقى امكانياتها محدوده. هيئه المجتمعات العمرانيه تتبع رئيس الوزراء على طول. كويس جدا. بتبقى الاجراءات اسهل واسرع. مفيش بقى البيروقراطيه والروتين والحاجات دي. مش الميتش باك وروح وتعالى وهات موافقه جيش وهات موافقه ثقافه واثار. لا لا، هيئه المجتمعات العمرانيه بتبقى جايبه كل، عامله خريطه سياحيه ورق جاهز. انت بتيجي كمستثمر بتقعد معاهم، والله انا شفت حته في المكان الفلاني، اه دي مرفوعه الخريطه عندنا، دي ورقه كذا، خد ورقتك. بتبقى مره انت موافق على المكان وموافق على السعر اللي هتشتري بيه من الدوله، يبقى خلاص احنا متفقين كده. الاول كانت الاجراءات صعبه جدا، دلوقتي هو اللي فتح المجال ان حاليا السياحه. قبل كده حتى الاماكن السياحيه اللي على الطريق الساحل الشمالي كله كانت عباره عن قرى سياحيه. دلوقتي في الزام قرى سياحيه وجواها نسبه فندقيه. كويس جدا. عشان حضرتك مثلا من الملاك، انا مش من الملاك بس اقدر يعني اجي زائر لحد من الملاك، وفي نفس الوقت اقدر استمتع بالمكان. اقدر استمتع بالمكان في غرف، يعني المحافظه او الدوله الزمت كل القرى السياحيه بنسبه فندقيه. دي فعلا عملت رواج جميل جدا. انا كمان عاجبني فكره ان يبقى في تعاون ما بين القطاع الخاص والقطاع العام. يعني دايما كان طول عمرنا من زمان من 10-15 سنه كان في دايما في تخوفات. صح. انه يبقى رجل اعمال بيشتغل جامد قوي وبعدين يجي مثلا القطاع الحكومي يتعبه شويه يعملوا مشاكل، يبقى مفيش المكسب المتوقع. ما انا بقول لك، لكن دلوقتي بقى في نسبه تعاون بشكل كبير ما بين القطاع العام. ما بقول لك على كده، انا البنيه التحتيه حتى على لا البنيه التحتيه مثلا من طرق احنا كان سيادتك قلتي حاجه مهمه جدا. كان اكبر مشكله بتواجه السائح او الضيف اللي بيجي مطروح الميه. دلوقتي المشكله دي اتلغت تماما، ما بقتش موجوده. صحيح. انا مكلفه جدا يعني. احنا عملنا تعامل في مطروح القوات المسلحه، يعني عملت 3 محطات تحليه بطاقه 56,000 طن يوم. ممتاز. غير حاجه عند في حاجه عندنا معروفه مشهوره في مطروح اسمها خط الالف. ده اللي بيجي من البحيره اللي هي ايه، من البحيره الكبيره اللي هي في الحمام اللي بتيجي من نهر النيل. يعني ده بيغذي كان بيغذي كل الساحل وبيغذي مطروح. اول مره اعرف المعلومه دي. لا ده من منطقه الحمام اللي هي طريق الساحل الشمالي اللي بالظبط في بحيره كبيره بتغذي المطروح. ده الخط الالف ده كان هو الوحيد اللي بيشغل. ده كافي ان هو يكون، ما هو الاول ما كانش كافي لان كان بيحصل عليه تعديات كمان جامده جدا. دلوقتي القوات المسلحه عملت لنا بتحمي وعامل لنا 3 محطات تحليه. ممتاز. جوه المدينه يعني ما فيش، ما بقتش بقى الموضوع لا خلاص احنا دلوقتي وصلنا مرحله بنقفل الميه. الاول كنا يعني ما بنسد، عارف طبعا ثروه. يعني طبعا، فده دي ربنا يثبتها نعمه يعني. والله الحمد لله. فدي ادوات جذب كلها. زد على ذلك بصراحه يعني من في بعض المحافظين لما جم غيروا خريطة المحافظة. دي حاجة كويسة ولا حاجة مش حاجة كويسة جدا. يعني في ناس منهم يعني على قيد الحياة، ربنا يديلهم الصحة والعافية، يعني لما جم مطروح يعني زي ما بتقولي ما قبل وما بعد. فرقت. لا طبعا. لأن دي فروق فردية في الأشخاص. بيبقى حد قوي عنده فكر عنده فيجن بتأدي في الآخر إن بيعرف يتعاون مع الناس. أصل أي حد مسؤول، حضرتك المسؤول لما بيشتغل مش بفكره ان انا جاي بثقافه اعلى منك وانت كمواطن، بيبقى بيتعلم من تحكي المفروض يعني. لكن اللي جاي عشان يشتغل مش جاي يشتغل مع الناس، كويس قوي، ده خلاص ده بينجح طبيعي. لانه جاي عارف يعني، عايز يعمل المقوله بتاعت اهل مكه اضرب شعبها. جاي عارف يعني عاوز يسال عن المشكله اللي عندي. ولما يسعى المشكله اللي عندي انا هبقى امين جدا اونست، هبقى يعني هساعده هشرحها له مظبوط لان انا اللي بعاني من المشكله. لو قلت له انا فاهم بقى كل حاجه وانت خلاص مش فاهم حاجه، خلاص طبعا ده هيدمر العلاقه. من ضمن الاماكن اللي انا بشوفها انها معجزه اللي هي شاطئ عجيبه. طبعا. وشاطئ عجيبه كل ما اروح استغرب جدا ان ازاي مكان زي ده
يعني ده في لبنان ربنا يعينهم يا رب على هم في مكان شبه عجيبة، في أماكن في أوروبا شبه عجيبة، لكن برضه الجلالة عندنا في البحر الأحمر في الجلالة في حاجة زي عجيبة بالظبط، بس مستغلة استغلال. عايزين نتكلم على دي، لأن أنا أوقات أنا سامعة إن في دلوقتي شغل، ويمكن يعني بأوامر رئاسية هيتم تغيير المكان خالص، وهيبقى برضه في تعاون مع رجال الأعمال، بس كلمني عن المكان ده. وأنا بزعل قوي لما بلاقي حاجات مكتوبة على الصخر اللي موجود، ودي حاجة طبعا ما أنا عارفة متواصلة للأسف شديد من زمان، بس ازاي بقى هنحول منطقه زي دي تبقى منطقه سياحيه نعرف نستغلها بشكل زي الدول التانيه دي ما بتستغلها شغل؟ ما انا بقول لحضرتك احنا من فضل ربنا علينا لسه نازل توصيف ان في مناطق مثلا زي عجيبه والابيض والحاجات دي، ودي حد مش هيبقى فيه شغل عليها من اللي هي بيسموها عندنا في مرسى مطروح بحر الطريق. دي دلوقتي بتترفع مساحيا وهيتعمل لها يعني ماستر بلان مظبوط زي فكره اللي حصل في العالمين دلوقتي. ما العالمين ده المكان العالمي الرائع الغير طبيعي دلوقتي، ده اساسا كان منطقه انزال عسكريه وكان بيتعمل فيها النجم الساطع وكده. لما الدوله شافت ان الاتجاه ان مثلا اعمل حاجه عالميه وسياحه عالميه، عملت طبعا بسم الله ما شاء الله حاجه يعني مبهره مش طبيعيه. طبعا حاجه مش طبيعيه صحيح، وشكل جمال، وقدرت تنقل طبعا في ما اعرفش مسموح نتكلم ولا، بس احنا اهم حاجه ما نقولش اسامي بس، لكن لا اي حاجه قاعده مثلا محمد نجيب العسكريه طبعا. القاعده دي فتحت مساحه ضخمه جدا على الساحل، كانت مستغله مثلا كتايب، اصبحت دلوقتي سياحيه، وعندنا قاعده عسكريه رائعه في الظهير الصحراوي. ده الفكر الجديد بتاع الرئيس. الرئيس يعني انا شايف انه راجل بيشتغل مش ليل نهار، يعني بيشتغل 48 في ال 24، وفي الوقت اللي هو خلاص فيه الحظر ده تخيلنا ان الناس هترتاح، ما بيرتاحش طول الوقت شغل فعلا. فعلا يعني عشان كده انا حاسس مثلا الدوله دلوقتي بتعمل مثلا في ناس بعض الناس المواطنين زعلانين من حكايه المقاولين اللي بيتمسكوا، لا هو ده تجاوز. انا مش مش طبعا قصدك على التعديات بقى التعديات دي اساسا مثلا كان في تعديات. لا يا عم انا مش يعني بتهيألي الدوله مش هتمنعه يشتغل بعد كده، بس هتشتغل برولز معينه بتحافظ على البيئه، بتحافظ على انك مثلا الجراشات تشتغل فعلا جراشات، اللي مش عارف الشارع يتفضى بقى والدنيا الناس تعرف تعيش. بالنسبه لمرسى مطروح انا عارفه انه زي ما قلت كده المحافظه نفسها بيبقى فيها نسبه ايجار بشكل كبير للشقق اللي موجوده هناك طبعا. وده لسه على ما اعتقد ماشي، اعتقد ده هيتفتح كويس قوي في الفتره دي، لان مرسى مطروح شهر 7 و8 بيبقى عليها ضغط جامد بالظبط. ما بره بقى المحافظه دي في اوتيلات معموله على مستوى محترم، يمكن برضه ما بيتعملهاش دعايه كويسه، بس يا ريت تكلمنا عليها، اللي هي بتبعد عن المحافظه او عن المدينه نفسها 25 كيلو كده. فكلمنا برضو عن لا في صراحه في شويه اوتيلات يعني 5 ستارز رائعه جدا، وعاملاها شركات مصريه كبيره جدا كويس، ودي بتجيب نوع من السائح الفري زي ما سيادتك قلتي، وفي نفس الوقت السائح ده بيبقى عاوز يتمتع وبيحافظ على الحاجه اللي حواليه. وده فعلا في السنوات الاخيره احنا عندنا 4 5 اماكن قبل ما تروح، وعندنا مكانين كبار جدا بعد ما تروح ب 25 كيلو فندقين، يعني كنت اتمنى اقول اسمائهم من كتب هم حلوين، حاجه مبهره. واثناء ما السياحه كانت مفتوحه للسياحه العالميه الوافده يعني كان بيبقى فولي فوكس جدا. والميزه في الفنادق دي يا فندم ان لا زالت بتحافظ ان جزء كبير من عمالتها من ابناء مطروح، ودي حاجه رائعه يعني. انا برضو بحاول اشكر المحافظه فعلا وعلى سياحه المحافظه وسياحه الوزاره ان لما خدنا اشتراطات احترازيه وعملنا كده كانوا اللجان متعاونين معانا ان بيعرفك ايه اللي تعمله صح،
عشان ما تصرفش مثلا فلوسك غلط، لا اعمل صح صح كذا كذا. ولما جم كانوا متعاونين ادونا الشهاده واشتغل و شغالين بنسبه 50% بس احسن. يعني الحنفيه مفتوحه شويه احسن من مفيش خالص. طبعا ده اللي بيحصل. ايه بقى؟ ان المواطن او المستثمر جوه المدينه او خارج المدينه بشويه لما بيحس ان الدوله برضو ايه اللي امبريلا من فوق الدوله بس متعاونه، ده اللي بتحس ان انت ايه ماشي انا دفعت بس مش مشكله هيجي لي الريفنيو هيتعوض. وبعدين احنا ما بننساش حاجه كويسه في احنا بقى لنا سنين كويسه جدا في خير يعني. فلما دي ازمه وهتعدي. هم كانوا سنتين يعني 2018 2019 اللي ابتدت الناس شويه تشم نفسها جدا جدا جدا، بس يعني عزائنا الوحيد ان هي ازمه عالميه يعني تعدي. واحنا والله متعاملين معاها كدوله بشكل محترم جداً، ويعني خطوات استباقيه جداً جداً جدا جدا جدا. وبدليل ان كل الهيئات في العالم سواء النقديه او اللي بتقول ان مصر بتشيد بمصر ودور مصر يعني، وبيقال انه احنا هنبقى من اوائل الدول اللي بتتعافى بسرعه ان شاء الله بعد الازمه دي. والاجانب ما بيكذبوش انت عارفه يعني، مش هيجاملك طبعا. عايزين نتكلم عليها تراث المباني والحفاظ على تراث المباني. فتدينا فكره عن الموضوع. انا هنا بشيد بقى بدور المسؤول اللي لما عملوا توصيف لسيوه حافظوا على الهيكل الشكل العام الاطار العام للمباني في سيوه. فحتى لما جم الاهالي كان في بعض الوقت الناس تذمرت، انا مثلا عاوز اسكن في بيت شكله كذا، يعني خلاص اوكي البيت من جوه اعمل فيه ما بدل مودرن بقى، اعمل اللي زي ما انت عارف. لكن بره حافظ من بره حافظ على الشكل ده. وماله الشكل ده شكل تحفه. لا يعني وغير تحفه والله العظيم دلوقتي ادركوا ان دي اداه جذب عاليه جدا 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 جدا. والفنادق مثلا في فنادق كتير في سيوه اكتر من 20 اوتيل معمولين بيئي بالشكل البيئي بالبنايه السيويه. على فكره يا فندم البنايه السيويه بنايه مش سهله. مش زي ما انت الناس فاكره، لا دي فيها مهندسين وفيها فكر. انا بقول ما هيش حد بيبقى متخيل عشان من البيئه تبقى رخيصه، لكن الموضوع محتاج تكلفه كبيره. تكلفه جامده جدا. والحفاظ عليها تكلفه. يعني الحفاظ كمان ان في صيانه ليها بالظبط. صيانه ما انا عايز اسال على دي. لان انا لما رحت الواحات وعلى ما اعتقد الواحات يعني الامتداد كان في مشكله كمان في حكايه انه المطر، انت عارف الجو بتاعنا بقى بيتغير دلوقتي. على قد ما هي كانت فتره ويمكن دي حولتها من منطقه كانت زراعه ايام المصري القديم بسبب التصحر حصل اللي حصل. لكن الغريبه انه الميه او المطر ابتدى ياذي بقى المباني التراثيه. لان نفسيه ما فيش مطر خالص، لما بتيجي شويه مطر خفيفه بتاذي المباني طبعا. طب انتوا بتعملوا ايه؟ الدوله بتعمل ايه عشان تحافظ على المباني؟ بص حضرتك، هو دلوقتي الشركات يعني او الناس المستثمرين، وفي ونفسي اذكر اسم الدكتور منير نعمت الله، ده ابو البيئه المصريه كويس قوي. هو ابو يعني ما لازم يذكر ليه ده صراحة. لازم نقول الدكتور منير نعمت الله معاه اثنين مهندسين، لكن تتخيلي ان خدوا جائزه الدوله التقديريه اكتر من مره ما شاء الله. يعني في الفريق بتاعه؟ لا طبعا باشمهندس عماد فريد وباشمهندس رامز عزمي. كويس. الناس دي يا فندم لما جم قعدوا سنه كامله ما بنوش طوبه بيتكلموا لا جابوا اول حاجه جابوا كل البنايين السويين اللي كانوا توقفوا عن العمل. كويس قوي. جابوهم كلهم وقعدوا معاهم، وبعدين خدوا كل نوع التربه وكده للمعامل وازاي طبعا. الموضوع فيه علم كبير، بحث علمي يعني جدا. والميه ونوع الميه وترسيب الميه، والميه درجه حراره بتشال من الطينه عشان يبنوا
بس بعد ذلك شوف النتيجه ايه هي بقى. ان احنا لما بنينا فندق صغير جوه المدينه وكان مجرد 8 غرف، وبعدين بدانا نبني الفندق البيئي اللي هو الكبير بالتصور، كان ده على اساس اوض نجرب يعني تجربه. الناس اتبهرت. مين اللي انبهر الاول؟ المواطن السيوي بقى يخش صاحب الارض، صاحب الارض اللي هو عاوز يبني بيت بالطوب الابيض والاسمنت وكده والحر رجع يشوف الناس دي. طب ازاي ده الاجانب بييجوا ينبهروا بحاجتنا، طب ازاي احنا نبعد عنها؟ صح. فبدات الفكره ترجع وتنتشر بقى بتعم يعني جدا جدا جدا، بدليل ان الفكره كانت فندق دلوقتي اكتر من 22 فندق في سيوه مبنيين بنفس الديزاين والثقافه السيويه، بالحيطه الكبيره بالكرشيف اللي هو الملح المتكلس. بصراحه ده فضل من ربنا، ويرجع للدكتور منير والفريق العمل بتاعه لان نشروا فكره البنايه اللي هي صديق بيسموها يعني صديق ما يكملوش بقى بقيه صحراء مصر من فوق لتحت كده ويتابعوا يعني يشوفوا الدنيا ايه، وتبقى فكر طبعاً. يعني على الاقل في صحرائنا الغربيه. حضرتك حسن فتحي الله يرحمه ليه مشهور؟ لا عشان عمل معمار هندسي مش هيبقى موجود في العالم كله. ليه؟ العمارة الإنسانية ومصر ما جاش بالثقافة أنا لا المكان ده أعمل له رخاميات. لا 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 بالعكس، جاي المكان ده حر طبعا. ليه ازاي وفي الواحات ليه اوتيل في الواحات مبني من زمان، وفي قرية في الساحل الشمالي معمولة بنفس الخبال تصميمات وديزاينز. دي الفكرة، انك لما تيجي عاوز تعمل مشروع عاوزه ينجح لازم تدرس الارض والمكان، الارض اللي انت رايح. مظبوط. ما تجيش بثقافه انت قاعد في تكييف مع مهندسين كبار مع حتى تخلي الارض تحبك يعني. بالظبط. زي ما قلت انه احنا جزء من الارض دي، ف بالظبط روح اقعد الاول عايش الارض وشوف فيها ايه وبعد كده. ودايما يا فندم دايما دايما لو انت وصلت لمرحله ان يكون عندك صداقه وعلاقه كامله مع اهل اي مدينه في الدنيا بتبني فيها او عايز تستثمر فيها تنجح على طول. احنا في مستثمرين مصريين كبار جدا على علاقة طيبة 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 بأهل الساحل الشمالي. عاوز اقول لستك الحاجة، وقت الانفلات الامني في قرى سياحية مشهورة جدا مكان ما فيش حد حرك فيها ناس جريت يعني. ما حدش حرك. قصدك انه العكس تم تأمينها بشكل جيد جدا، الناس اهل المكان اهل المكان بدو. لان ليه بقى؟ ليه؟ لان المستثمر اللي هو عنده وعي ومستثمر يعني واعي عمل علاقه طيبه مع مين؟ مع اهل المدينه. كويس قوي. كانت النتيجه ان هو امن جدا جدا. انا سعيده جدا بالكلام مع حضرتك، الوقت عدى معانا بسرعه. وانا يعني انت حمستني ان انا لازم الواحد يروح سيوه وتبقى حاجه زي ما تقول في برنامجنا. طيب انا يعني قبل ما نمشي تقول لنا كده انتوا ناويين على ايه الفتره اللي جايه ان شاء الله، احلامكم ايه في المنطقه كلها، نختم بالكلام ده. احنا بالنسبه لنا في سيوه بنتمنى طبعا، احنا دلوقتي بيتعمل شبكه صرف صحي متميزه جدا بتعملها الدوله بطريقه ان هي تنتهي. احنا لينا مطلبين صغيرين جدا. ان طريق سيوه تاثر جدا بالعربيات الكبيره اللي بتنقل الملح وكده، عاوزين طريق سيوه يتوضب كويس ويبقى عليه خدمات. وسيبونا بقى هاتوا لنا السايح وهنعرف نبسطه. وحنمشيه. بس انتوا بتعملوا دعايه محترمه قوي بره يعني، انتوا كلامكم مش موجه بقى للمصريين جوه بس، لا انتوا كمان بتوجهوا دايما دعايه. فندم 18 و19 كل فنادق سيوه الصغنن جدا والكبير جدا كان مليان. بتحط نقط معينه دلوقتي هيبقى في نقط جديده في طرق الدعايه، من ضمنها كورونا ومن ضمنها الجو بتاعنا اتعملت. والجو بتاعنا مشجع جدا في الظروف، والميه الكبريتيه والحاجات دي، وتعالى استشفى عندنا. فنتمنى يا رب السياحة ترجع لمصر كلها والمرسى مطروح وسيوة خصوصا، لأن دي والله أنا كان في محافظ اسمه كمال عامر ربنا يمسيه بخير كان عمل حاجة جميلة جدا، كان كاتب محافظة مطروح الأمل والمستقبل. الله. وهي فعلا الأمل والمستقبل. طيب أنا بس يعني عايزة أشوف كده رجال الأعمال والناس بتفكر إزاي بشكل إزاي ممكن يتعاونوا، وإحنا دلوقتي عندنا حدث كبير منتظر، وانا بقول انه ده كان عايز له استعداد قبلها 3 سنين، فكره المتحف المصري الجديد ان شاء الله. طبعا. وانه ازاي في رجال اعمال عندها استعداد تتعاون جدا مع الدوله انه يتم دعوه المشاهير والملوك والرؤساء. صح.
لبعض الاماكن والفنادق الحلوه بتاعتنا. وعلى ما اعتقد هما لو راحوا سيوة، يعني لو تم اختيار مثلا 10 من المسؤولين او من الصحفيين الكبار على مستوى العالم وتم دعوتهم، هل انتوا عندكم استعداد انه مثلا مجموعه من، انت عارف هيبقى جاي بقى اسماء كبيره جدا مش هتجينا تاني يعني اللي حدث زي ده، فهل ممكن تتعاونوا مع الدوله انه يتم دعوتهم يومين وثلاثه؟ نضيفهم من اول التنقلات للاعاشه للي يجوا سيوة، احنا مستعدين تماما. حلو جدا، مستعدين. طيب. وكان في حدث كبير جدا بس هي طبعا كورونا لا وقفت. بص حضرتك، السنه دي العيد الماسي 75 للحرب العالميه، كنا العالمين. شغالين عليها شغل وكنا هنعمل حاجه في العالمين، ودي ناس تيجي من اخر الدنيا ليها لانه وكان الدكتور اشرف يعني معانا، وكنا بصراحه يعني هنعمل حاجه جامده جدا كمحافظه مطروح. طب يعني احنا فيها العمل. من 75 ل 76 مش هتفرق نعملها يعني احنا شاء الله. فيها ان شاء الله. الله انا نورتنا واسعدتنا بوجودك استاذ محمد. كان معانا استاذ محمد عيسى الخبير السياحي ومدير اهم الفنادق السياحيه بمرسى مطروح وسيوه وعضو غرفه منشات الفندقيه بمرسى مطروح. نورتنا واسعدتنا بوجودك. كان ليا عظيم الشرف ان اكون معاكم. شكرا جزيلا. يا رب تكونوا استمتعتوا معانا بحلقتنا النهارده. نشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه وبلاد طيبه.